السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وحبايبي متابعيني على قناتي حياتي في سويسرا. يعني بدي أحكي كلمتين مختصرات ما يطول عليكم. في كثير ناس عم ينتقدونا أنه نحن في مرض، في كورونا، في كذا، أنتوا عم تطبخ، أنت عم تحكي، عم تشتغل كأنه ما في شيء. أول شيء أنه أنت من خوف المرض في مرض، انت من خوف المصيبة في مصيبة. يعني يلي عم تخاف منه تفكر فيه هذا مرض بحد ذاته. يعني احنا اليوم قاعدين بلا شغل عاملين، مو نحن، اغلب الناس شو بنساوي؟ بنعبي وقتنا، بنساوي روتين اللي احنا ننبسط فيه ونعيشه حياتنا، بنعيشها بجوز تنطلع شغل شهرين ثلاثة أربعة خمسة، بنساوي روتين أول شيء احنا ننبسط فيه بالبيت كعائلة، فرصة منيحة الأب يلعب ولاده، الاخوات يلعبوا بعضهم، يقعدوا مع بعضهم، نسحب الموبايلات ساعتين باليوم اقل شيء مشان يلعبوا العائله مع بعضهم، يعني في جو بصير حلو، بنساوي روتين جديد. وهذا اللي الله فرضه علينا، يعني بتعمل اول شيء تشتغل على موضوع الوقايه، ما بنخرج البيت الا للضروره، نتسوق بحذر، يعني خلي مسافه امان. ما بدي اعطي توصيات، كله ما شاء الله لا صار بروفيسور بموضوع الكورونا، يعني نعمل اللي علينا والباقي لله. وما ننسى انه نخلي يعني خصصنا لو ساعة زمان قرآن كريم، يعني هي اقل حاجة بوصيكم فيها وبوصي نفسي فيها قبلكم، والباقي لله. فانا بدي اسويكم شغلة على السهرة ان شاء الله حلوة، وراح نجهز شغلات رمضان ان شاء الله، نسأل الله التوفيق وان شاء الله تنبسطوا. ما تواخذونا طولنا عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.